حقوق الوالدين دينا يعجل الله عز وجل عقابه يسك الدنيا قبل الاخر تقصد تسنى فيه مثلا دغل والله يعني نسعى هذا شغلني اني ليس لا اله الا الله محمد رسول الله طيب شو سيد مثلا العيب اذا نجمع لك قبريب روح نضل لشي ضرن وفني يونس تنجل اف كان شي صرفيق اذا بزت العباد الله اكبر ايو سبب السي صرفيق زاد العباد نجمع عند العباد باش ثوثن ثوثن نقشي شنو فاذا به هيك دور كازي سجمت يترو اني سجمت من وانا ما كان يعني ضحمه يعني الميس اسمي السقسان يعني واش يقول ما يعني ثوثن ايس والله منذ 20 سنة خلت صفعت ابي في هذا المكان ايس صبي عدت 20 سنة اسمي وثغن كذا انا بابا سي صرفيق قوم ضيق يقزاك اني سيتو تغسي صرفيق اثن يقدر بالعالمين طري 20 سنة فضغي يصلا ميم شوز في نفس المكان سبحان الله العظيم عقوق الوالدين دين إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين.